حسنا، هل أنت جاهزة الآن؟ نعم. تفضل يا حمد، جاهزة. جاهزة؟ نعم. تفضل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا. موضوعنا اليوم هو عن التدخين، فالتدخين من أخطر آفات هذا العصر، ونحن في هذه الحلقة سوف نتناول الموضوع من عدة زوايا، بالإضافة إلى رأي المتخصصين. سلطنا الضوء على رأي الناس العاديين لنعرف مدى إدراكهم لمخاطر التدخين، فسألناهم هذه الأسئلة. هل تعرفي مخاطر التدخين؟ إيه طبعاً، مخاطر التدخين كثيرة جداً، هي السبب الرئيسي لمرض السرطان، أبعد الجميع عنه إن شاء الله. أكيد طبعاً التدخين بيضر بالصحة أساساً وخصوصاً الجهاز التنفسي يعني. طبعاً مخاطره كثيرة قوي. طبعاً أكيد. ولا تدخين مضر بالصحة، كثيرة مخاطره، سرطان قلب، أمراض رئة، بلاوي فيها. ما هي المادة السامة والخطرة في الدخان؟ النيكوتين. النيكوتين والقار. النيكوتين. كانت أكلة جيدة. نعم نعم، تحتاج بعدها إلى كوب جيد من الشاي. ومعه سيجارة. ماذا؟ هل أنت تدخن؟ أنا لست بمدخن، ولكنني في هذه الأيام أقوم بتجربة أجرب فيها التدخين لمعرفة هذا الشعور. ماذا تفعل يا أحمد؟ يا صديقي العزيز، إنها عادة سيئة. لا تخاف أن يراك أحد من العائلة. لن يروني ولن يعلموا. يا أحمد، إنما أنت في فريق الكرة في المدرسة وتعتبر من المتميزين، وينتظرك كما يقول الأستاذ حسين مدرس الرياضة مستقبل جيد. هل تعلم ماذا سوف يصنع منك التدخين؟ لن أدعه يصنع مني شيئا، فأنا أجربه فقط. لقد قال أحد الحكماء إن العادات السيئة تبدأ دائما كتجربة، وبعدها تصبح عادة تصل إلى الإدمان، ولا يستطيع الإنسان إلا بصعوبة شديدة جدا أن يتخلص منها. بعد أن استمعنا إلى وجهة نظر الناس حول مخاطر التدخين والمواد السامة الناتجة عن الدخان، سنتحدث الآن عن التدخين السلبي، والمقصود فيه هو ضرر الدخان وتأثيره على غير المدخنين المتواجدين في نفس المكان، وسنتعرف على آراء الناس حول هذا الموضوع. فتعالوا معنا. هل تعرف التدخين السلبي؟ اللي قاعد يعمل المدخن، اللي ما يدخن وقاعد يعمل المدخنين، اللي هو ممكن يكون واحد قاعد جنب واحد بيدخن وبيشم الدخان منه، يعني بيكون في ناس مدخنين وناس مش مدخنين بيتأثروا باللي موجودين بجنب، واحد مدخن وواحد غير مدخن، فالغير مدخن عم بتنشخ ريحة التدخين، هي بيأثر عليه. ده أخطر أعتقد بيقولوا، يعني لو واحد بيدخن واللي حواليه قاعدين مش بيدخنوا، هم يعني بيتأثروا أكتر كمان. أعتقد أنا أسمع كده يعني. استيقظ. أرجوك، التدخين مضر بالصحة، امتنع عنه. أنا الذي أدخن، ولكن أنا موجود معك. بالإضافة إلى ذلك، أريد أن أقول لك يا صديقي العزيز، أرجوك، لا أريدك أن تقوم بدور المصلح الاجتماعي. لا لا لا، لن أقوم بدور المصلح الاجتماعي، ما سوف أقوله لك الآن في مصلحتي أنا شخصيا ومصلحة من حولنا. هات من الآخر. أرجوك اسمعني جيدا، أنت تعلم أنك صديقي العزيز جدا، وأني أقضي معك أغلب أوقاتي. وما علاقة هذا بالتدخين؟ حيث إذا استمريت في التدخين سوف تتأثر صداقتنا، ولن أستطيع أن أمضي معك معظم أوقات فراغي،
ولن أستطيع أن أجلس معك للمذاكرة. لماذا؟ سوف تعتبر سيجارة صديقا جديدا؟ بالإضافة إلى ذلك، ألم ترى هذه العلامة؟ هل تصدق هذا؟ هذا للزينة فقط. لا يا أحمد، فعندما أنت تدخن وأنا أجلس معك، فأنا وكل من حولنا سوف نتأثر بالدخان الصاعد منك ومن سيجارتك. وما لكم أنتم؟ أنا الذي أدخن، ونحن الذين سوف نستنشق الدخان الخارج من فمك ومن سيجارتك، وهذا مضر تماما على الصحة العامة، وكأننا نحن كذلك ندخن. أنت تدخن وأسرتك تعاني من أمراض التدخين السلبي. تذكر، امتناعك عن التدخين يساهم في إبعاد شبح أمراض التدخين الخطيرة عن أسرتك. انتبه، كل 5 سيجارات تدخنها أنت يدخن المجاورين معك سيجارة واحدة وإن لم يضعوها في فمهم، وبذلك قد يصاب المخالطين للمدخنين بأمراض التدخين المختلفة. امتنع عن التدخين فورا من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك أسعدك تزهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تزهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير يجدو حولنا يقول لك سلامتك نود لك سلامتك نود لك سلامتك نود لك سلامتك نود لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك